وجه سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر إلى القيادة الليبية والشعب الليبي على حسن الاستقبال لبعثة الفريق الأول لكرة القدم من نادي الزمالك فور وصولها إلى ليبيا. ونقل وهدان تحياته طبعا وتحيات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لجميع المتواجدين في ليبيا وكل الناس اللي استقبلت نادي الزمالك، مؤكدا على العلاقات الكبيرة جدا بين الشعبين المصري والليبي. قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي فريرا خوض مران النهاردة بعد الوصول مباشرة على ملعب الشهداء بليبيا، واللي يستضيف مباراته مع أو مباراة العضم بين الزمالك والمريخ يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. كل التوفيق لنادي الزمالك. وفريرا التدريب النهاردة مش هيكون بالقوة بتاعة تدريبات الزمالك، ولكن ما ينفعش قبل ماتش بيومين يعني ما يكونش في تدريب، فيكون في تدريب حتى لو بسيط او خفيف او في حاجات استشفائيه هيكون علشان اللعيبه تجهز شويه، يعني اللعيبه تجهز بشكل افضل. ليه بقى؟ انت عندك امبارح اتمرنا وسافرنا النهارده،